إذا عندك عزيمة ومحتاج مطعم مرتب ويرد الروح، تعال خلي أعرفك على مشويات أيام زمان. هذا المطعم عنده كل أنواع الأكل، لكن بالتحديد متخصصين كل أنواع الطير الحر. أول ما تدخل المطعم راح تلاحظ الغرف مبنية من السعف، كل غرفة عبارة عن وظيف. وبحكم مساحة المطعم كل شبير راح تاخذ راحتك بالقعدة، وبالتحديد إذا كان وياك عائلة راح يكون أكو أماكن للترفيه بالنسبة للأطفال. سعر مندل بط ب40,000 دينار ينزل بهذا الشكل، صينية والعراوي تكفي 4 أشخاص. أما إذا أنت من عشاق المسقوف العراقي سعره راح يكون 22,000 دينار، أما بالنسبة للمندي 20، وغيره من باقي الطيور اللي تكون حسب طلبك. ضيف عليها تشكيلة كاملة من المقبلات، أهم عنصر هو اللبن. هاي النوعين من المطاعم تعجبني، والسبب هو نظام الغرف، راح تكون أكو خصوصية بالنسبة للعوائل. أما بالنسبة للشباب صدقوني تقدرون تنامون من مكان، مسألة عادية. أخيرا لازم تختمها بشغلتين، الأولى هي الشاي في سبيل تعدل المزاج، أما الشغلة الثانية هي النرجيلة الزينة. في حال حابين تجربون الأكل عندهم، عنوانهم شارع كلبة نجف بعد نفق العسكريين، مشويات أيام زمان. هاي السنة كلها قبالك، مندي دجاج، مندي بط، المسقوف العراقي كلها 85,000 دينار عراقي. جيب العائلة وتونس حبيبي. اهم شيء الرقبة. تخبط تخبط تخبط. بسم الله ورب. تعال ثاني ركض. بيت من عنباب إلى الدروح. تعب صدق تعب. هذا اللي يرد الروح على حبيبي سموته على ويلي يابا مسقوف العراق على صوله. هذا المند الدجاج يرد الروح على بزود تويت من العام مند البط. يا سنان العشيق مند البط. المسقوف العراق واحدة طلع 22,000 دينار. مند البط يجي بهالترتيب هذا ويا 4 أنواع مرق وهي 3 أنواع تمن سعرها 40,000 دينار. المندي 20,000 دينار مو؟ المندي ينزل بهذا الشكل 20,000 دينار. ضيف التمن عادي كل ما تحتاج اوازين ينزلولك. ضيف عليها كل انواع المقبلات اللي تحتاجها قبالك، كلها مقبلات. ضيف عليها اللبن وياها، هاي المقبلات كلها طبعا تنزل لكم بهذا الترتيب، ما بي اي تغيير. كل هذا قبالك منزل سويا. هاي التشكيلة كلها من ضمنها مند الدجاج ومنسف والمسقوف كلها 85,000 دينار. الله يديم البلاش. هلا هلا يا مكبراتك.